بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده عندنا جوله حلوه جدا في سوق التونسي الحضاري في معرض الارزاق بالله. طبعا انتوا عارفين كويس جدا ان المعرض ده بيبقى عنده حاجات تحف. النهارده عنده عفش جايبه من فيلا في الشيراتون، معاه تقريبا 4 اوض جايين من فيلا واحده في الشيراتون. هنشوفهم مع بعض ونشوف اسعارهم. زي ما انتم شايفين كده بقى العشاق الذهبي، زي ما انتم شايفين كتير كده معانا. هنشوف حاجات حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم. كمان برضو هنشوف حاجات تانية بجانب ال4 غرف دول، حاجات حلوه قوي باذن الله تعجبكم وتنردكم. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناه. واي حد مش بيوصل له اشعارات الفيديوهات بتاعتي يلغي الاشتراك ويفعله من اول وجديد، ويفعل زرار الجرس على كلمه الكل عشان كل فيديو جديد ينزل يوصله الاشعار بتاعه. معرض الارزاق بالله فين؟ معرض الارزاق بالله في الدور الاول مبنى الف رقم 73، المحل رقم 73. تمام كده. طبعا في عندنا محمود وعندنا ابو زياد الاثنين المسؤولين عن المعرض. هيبقى معاكم ارقام تليفوناتهم. زي ما قلت لكم قبل كده بيبقى في سمسره قدام السوق، بياخدوكوا وبيعملوا عليكوا شغل وبيودوكوا الناس تانية، فيا ريت تتمسكوا برقم التليفون عشان توصلوا للمحل او للمعرض اللي انتوا عايزينه. بصوا عندنا السفرة التحفة الجميلة الرائعة دي. السفرة دي كل مشكلتها الازاز مكسور، بس ازاز السفرة نفسه مكسور، مفيش فيها اي مشكلة تانية. زي ما انتوا شايفين كده حلوة قوي. بصوا شكلها من تحت، وتقريبا كمان في ازاز في النيش مكسور برضه، يعني جنب كده في النيش تقريبا مكسور. السفره هايله بالرخام زي ما انتم شايفين. بصوا البوفيه بتاعها حلو قوي، تحفه تحفه شكلها كده وهي موجوده في المحل، يعني مديه شكل وشياكه ورونق للمحل تحفه. ده شكل البوفيه. بصوا بقى الترابيزه شفناها. بصوا ده كرسي السفره، كرسي حلو جدا، حالته حلوه جدا جدا جدا، والتنجيد ممتاز مفيش فيها اي مشكله بصراحه. بصوا بقى كمان القعده بتاعه الترابيزه. عارفه ان في ناس كتير قوي بتهتم بالقعدات، انا نفسي بحب ابص على القعده بتاعه الترابيزه اتفرج عليها وعلى شكلها، لان بشوف اشكال جميله مبدعه. هنا برضو القعده بتاعتها حلوه قوي. السفرة دي يا جماعة 8 كراسي، والنيش والبوفيه. ده النيش، ده شكله اهو برضو شكله حلو جدا. الناس بقى اللي بتعشق اللون الذهبي اعتقد ان دي حاجة رائعة. ومعاها كمان اوضة نوم نفس اللون برضو. بصوا فوق الاتنين كومودينو، ومعانا السرير تحت اهو، وهنشوف كمان التسريحة. السرير برضو فيه شغل كتير، بس هي في المجمل شكلها حلو قوي. معانا كمان كرسي السفرة فوق، كرسي التسريح انا اسف، والاتنين كومودينو شكلهم تحفة. زي ما قلت لكم احنا معانا 4 اوض من فيلا في الشيراتون. شفنا السفرة ودي النوم، ولسه هنشوف باقي الحاجات اللي موجودة. زي ما قلت لكم يا جماعه اللي يوصل سوق التونسي على قد ما تقدروا تتصلوا بصاحب المعرض وتعرفوا مكانه فين بالظبط، او هو يطلع ياخدكم من بره من السوق، وده يبقى افضل عشان ما تقابلوش اي حد يتوهكم او يوديكم مكان تاني. يعني عشان تبقوا واصلين صح، لان في هناك زي ما قلت لكم سمسره كتير وممكن تاخدكم لاي مكان تاني ولاي حد تاني وانتم يعني من غير ما تشعروا، خصوصا الناس اللي بتروح جديد. دي التسريحه هايله هايله جميله، بحب قوي شغل الرخام بصراحه. بصوا التسريحه جميله جدا، نفس شكل الاثنين كومود، جميله بجد. ودي الشماعه بتاعت الاوضه،
عندنا بقى كمان الصالون ده، دي الأوضة التالتة، صالون برضو رائع بصراحة. شكله حلو جدا. هنشوف برضو، هنقرب للرسمة بتاعته ونشوفها. طبعا كل الحاجة، السفرة قال لي ان هي خشب زان عمولة، وأوضة النوم برضو خشب زان وعمولة. الحاجات دي يا جماعة بتبقى حاليا صعبة قوي. المذهب بتاع اليومين دول لونه بيبقى فاقع قوي، يعني مزعج للنظر. المذهب القديم ده لا يعلى عليه. في كمان لو انتوا بقى محتاجين عندكم حاجة مذهب وعايزين تدهنوها او تلمعوها، لاني وانا واقفة عند ابو زياد شفت الاسترجي اللي هو بيتعامل معاه، اللي هو بيلمع له الحاجات المذهب دي بالذات، دي ليها صنايعي مخصوص، صنايعي مذهب بس ما بيعملش اي حاجة تانية غير الشغل المذهب. فكان عنده الصنايعي ده بصراحة، وشفته اسمه ابو خالد، عم ابو خالد. اخدت رقم تليفونه عشان بيبقى فيه ناس كتيرة بتسألني عايزين حد صنايعي للمذهب، فده حلو جدا. وشغله انا قعدت تابعت شغله بصراحة، بيشتغل بإتقان وبنظافة وبيطلع القطعة من تحت ايده كأنها لسه جديدة. دي ترابيزة الصالون. دي بقى اخر اوضة عندنا، دي اوضة اطفال. لو محتاجين رقم تليفونه اكتبوا لي في الكومنتات عشان ابعته لكم. عم ابو خالد بيشتغل مذهب بس، ما بيعملش اي حاجة تانية غير شغل المذهب بس. الاوضه دي سريرين والدولاب والكومودينو، وكمان معاها التسريحه. الاربع اوض دول يا جماعه ب100,000 جنيه. الاربع اوض اللي انتوا شفتوهم، سفره صالون واتنين نوم اطفال ونوم رئيسيه، سعرهم 100,000 جنيه. متابعين القناه طبعا بيبقى ليهم سعر خاص. الاربع اوض 100,000 جنيه. دي التسريحه بتاعت اوضه الاطفال، برضو شكلها جميل بصراحة. المجموعة كلها هايلة، أربع أوض تحفة. الناس اللي بتحب الذهبي الباكج ده كله على بعضه حلو قوي قوي. ندخل بقى على الألوان البنيات وجمالها ونشوف بقى حاجات حلوة قوي. هنشوف تاني برضو أوض نوم، وهنشوف نوم ماستر ونوم أطفال، وكمان عندنا في صالون برضو هنشوف صالونات تاني. في كمان بوتجاز عنده برضو، بوتجاز هنشوفه، يعني هنشوف شويه حاجات كده، وهنشوف سراير فرداني، هنشوف حاجات حلوه ان شاء الله هتعجبكم. بصوا الاوضه دي كمان تفاصيلها حلوه قوي، شغلها حلو قوي. ممكن تقولوا عليه شغل كتير بس شكله ظريف، يعني كتير بس شكله ظريف مش وحش، يعني ما يضايقش. ده من وجهه نظري طبعا. سعرها 32,000 جنيه. طبعا خشب زان. الناس اللي اتعاملت مع معرض الارزاق بالله مع ابو زياد او محمود عارفين هم قد ايه ناس ذوق جدا 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 في التعامل. اسعارهم يعني حتى بعد الغلاء اللي احنا شفناه والدنيا عماله بتزيد، وهم اسعارهم او الرينج بتاعهم ثابت. يعني هنشوف حاجات 25 27 28، الرينج بتاعهم الثابت اللي متعودين عليه تمام. فهتلاقوا حاجات حلوه قوي قوي، غرف هايله بصراحه. بصوا التسريحه كمان شغلها حلو قوي، يعني هي اعلى حاجه عندهم اللي هي ب 32,000. دي اعلى اوضه موجوده عندهم في المعرض. تسريحه كمان بيعملوا افكار جميله، افكار هايله. دي كمان حلوة قوي. دي اوضة نوم تانية. هتلاقوا بقى عنده البني كتير قوي، الناس اللي بتحب البني هتلاقوا عنده البني كتير. الاوضة دي ب25,000 جنيه. هايلة، شكلها حلو قوي قوي. ايه طب انا مش بشكر في الحاجات اللي قدامي دي عشان هي عشان انا اللي بصورها او انا اللي جايبها لكم، والله بجد بتبقى فعلا. انا بشوف عندهم حاجات جميله جدا، دايما بيهتموا بالذوق وبالشياكه وبالخشب، ودايما يعني انا بشوف حتى ابو زياد يعني هو بيشتري، يعني اللي عنده حاجه عايز يبيعها هو بيشتريها، بس هو بيقول لي دايما انا بحب اشتري الحاجه اللي ما فيهاش مشكله. بصوا الاوضه كمان خشبها ممتاز، خشب ممتاز بجد.
دايما يقول لي انا لما بشتري اوضه لازم اشتريها نظيفه، ما فيهاش خدش، ما فيهاش مشكله، يعني لازم اخدها حاجه كويسه، لان كل زبايني متعودين ان انا ببيع حاجات فخمه وشكلها حلو وجميله وما فيهاش اي مشاكل. مواضيع بقى اللي يبقى فيه سوس مثلا في الخشب او الحاجات دي، بيراعي دايما ان هو ياخد الحاجه. طبعا موضوع السوس والكلام ده بيبقى باين، وقال لي انا ببقى عارف نوع الخشب وشكله وايه اللي فيه، واذا كان فعلا فيه سوس او مفهوش، دي بياخد باله منها وبيعرفها. فدايما بختار حاجتي بعنايه، مش اي حاجه بشتريها ومش اي حاجه بحطها عندي في المعرض بتاعي. وبصراحه انا اشهد له بكده، انا دايما بشوف عنده حاجات حلوه قوي، والناس اللي بتاخد منه كمان بتشهد له بكده. بص الاوضه دي ب 22000 جنيه، برضو حلوه قوي، هاديه كده وجميله، بس فيها بقى حاجه يعني هنشوف كده لما نطلع على الاتنين كومودينو اللي فوق. بص الكومودينو دوت رفيع وطويل، بس الشمس ضاربه فيه، او الشباك ضاي، الشباك ضارب فيه فمظلم. بس انا بصوا للحجم، بصوا ده بقى عريض وقصير، بصوا الفرق. انا مش عارفه هل يا ترى دي يعني هم قاصدين كده، بتهيألي قاصدين كده، يعني مش هيطلعوا اوضه نوم باتنين كومود مختلفين وهم مش قاصدين. يعني دي كمان تسريحته او تسريحه الاوضه، دي اوضه تانية كمان برضو حلوه جميله. الأوضة دي ب 28000، تفاصيلها هايلة وجميلة حلوة قوي. طبعا في أوضة قدامها، يعني حاطين في نص المعرض أوضة أو دولاب، فدي ورا الدولاب، فيعني بحاول أجيب لكم على قد ما أقدر تفاصيلها. بصوا كمان العسكري بتاعها شيك جدا، ظريف كده وشكله حلو قوي، الرخامه بتاعته شكلها جميل. ودي التسريحه، ما تنسوش يا جماعه تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس، والكل يستفيد بالحاجات الجميله اللي احنا بنعرضها دي والاخشاب الممتازه، وكمان الكل يعرف المكان ده، لان فعلا السوق محتاج يتعرف اكتر واكتر واكتر، عشان هو في حاجات كتيره جدا جدا، وناس كتير لما بتروح بتبقى مبسوطه لان هي بتلاقي كل اللي هي عايزاه في مكان واحد. فيا ريت تشيروا على قد ما تقدروا عشان الناس كلها تعرف المكان الجميل ده. دي التسريحه اهي، برضو شكل الرخام عليها حلو قوي، وطبعا الشماعه بتاعت الاوضه. دخلنا بقى المعرض التاني، هما الاتنين جنب بعض على فكره، الاتنين في الدور الاول مبنى الف محل رقم 73، واللي جنبه 74 تقريبا. برضو تشوف بقى الصالون التحفة ده، صالون تحفة، الورد اللي فيه اللي هتشوفوه دلوقتي الاحمر ده، ده ورد بارز، كله شغل هاند ميد، خشب طبعا زان، بجد تحفة، يعني تشيليه وتحطيه على طول مش محتاج اي حاجه. وطبعا الترابيزه اللي قدامكم معاها المرايه اللي انتوا شفتوها دي. الصالون ده الكنبه ومعاها 4 كراسي والترابيزه، وكمان معاها المرايه اللي محطوطه عليها، سعره 14000 جنيه، وده لقطه. سعر الصالون ده 14000 جنيه، مش من الذهبي اللي لونه بيضايق، ذهبي الهادي الجميل المريح للعين. الطقم ده 14000 جنيه، دي ترابيزته ودي مرايته. معانا كمان بقى اوضه النوم دي حلوه قوي قوي، اوضه ظريفه كده وجميله وكلها شياكه. بصوا جميله جدا فعلا الاوضه دي حلوه قوي، الدولاب بتاعها كمان مش من الدواليب الكبيره، معاه بانكيت فوق واتنين كومود وكمان السرير، ومعاه اتنين تسريحه هتشوفوهم دلوقتي مع بعض. الدولاب بتاعه يعني اوضه بسيطه كده وجميله وظريفه ولونها حلو قوي،
لو انتوا مش عايزين البني ولا عايزين الذهبي، اللون ده حلو جدا. انا فتحتها، الجرار بتاعها ممتاز ممتاز ممتاز. الاوضه دي ب 27,000. الباب ما شاء الله، مشكله الاوضه دي كلها ان بابها تقيل جدا، الجرار باب الدولاب ده، وانا بشده تقيل تقيل يعني، حاجه محمله وحلوه قوي. السرير كمان جميل جدا، بصوا دي التسريحه، تسريحه برضو صغيره. الاوضه كلها مش كبيره، مش هتاخد معاكي مساحه كبيره. ده شكل التسريحه، حلوه جدا. دي الادراج، وهنا بقى عندنا في الجزء ده كده بيتفتح، بصوا عباره عن ارفف عشان تخزين اي حاجه بقى من المكياجات او الحاجات دي، تحط هنا. شكلها حلو جدا وعمليه جدا وشيك جدا برضو. بصوا كده هي مقفوله، جميله، تسريحه حلوه قوي. دي بقى التسريحه التانية، حاجه كده صغننه برضو، المرايه، وبرضو بتتفتح وراها مجموعه ارفف زي ما انتم شايفين كده. ده شكلها، بصوا ده بانكيت زي ما قلت لكم، ومعاه الاتنين كومود. اوضه حلوه قوي قوي، ولونها جميل ومبهجه. هنا الاوضه دي سعرها 36,000 جنيه، اعلى حاجه يا جماعه 36 مش 32. انا اسفه جدا، انا قلت لكم اعلى حاجه 32، هي اعلى حاجه 36. هو في المعرض الاولاني كانت اعلى حاجه 32، المعرض الثاني اعلى حاجه فيه 36. بصوا الاوضه حلوه جدا، تفاصيلها جميله، الكومود برده شكله جميل جدا، في فكره. انا بتعجبني قوي الافكار اللي بتبقى في الاوض، الشغل بتاعها حلو وافكارها حلوه. ده السرير، ده شكل الدولاب، ده السرير اهو. طبعا الصالون محطوط قدامه، ف مش عارفه اجيب لكم الشكل كامل. دي بقى التسريحه، بصراحه بيعملوا شغل قيم حلو قوي قوي، وتحسوه كده معمول بمزاج وشكله حلو وخاماته حلوه. وده الكرسي بتاع التسريحه. تعالوا بقى نشوف اوضه تانية، دي برضو اوضه كده شغلها بسيط، ما شاء الله يعني عنده مجموعة اوض هايلة. الاوضة دي ب 25,000، طبعا انتوا دايما يعني، انا عرضت لكم فيديو امبارح كان بدون اسعار فده زعلكم. بصوا دي التسريحة، بس هي ورا تسريحة تانية فمش باينة قوي، ده زعلكم ان انا ما عرضتش الاسعار، بس هما كانوا لسه يعني ما سعروش حاجه، وكانوا لسه بيرصوا شغلهم فما سعروش حاجه. انا عارفه ان لازم، مهم جدا تعرفوا الاسعار عشان انتوا بتحددوا اذا كنتوا تروحوا ولا ما تروحوش على اساس السعر. بس برضو بسيب لكم ارقام التليفونات بحيث ان انتوا ممكن تتواصلوا مع صاحب المعرض وتعرفوا الاسعار ايه، عشان برضو تحددوا اذا كنتوا تروحوا ولا ما تروحوش. وطبعا انا عارفه ان الاسعار مهمه جدا جدا، يعني الفيديو بدون اسعار يبقى مش ظريف، يعني لازم اشوف الحاجه اللي انا بعرضها ومعاها سعرها. كمان عندنا الاوضه دي 28,000، ومعاها العسكري بتاعها اهو، وهنشوف بقى التسريحه. برضو اوضه لذيذه وجميله كده، دي تسريحه بتاعها. معرض ابو زياد يا جماعه، الدور الاول، مبنى الف، محل رقم 73، رقم التليفون موجود قدامكم، ابو زياد ومحمود، والمعرض اسمه معرض الارزاق بالله. وفي كذا مكان هناك اسمه الارزاق بالله، بس بيبقوا حاجات مختلفه غير الموبيل. كمان الاوضه دي حلوه جميله،
جميلة بجد يعني، شكلها حلو كده وظريف. ده 2 كومودينو وكرسي التسريحة. الأوضة دي ب 28,000. ما تنسوش برضو لو محتاجين صنايعي للمذهب، اشتغل في الحاجات المذهبة، كلموني او اكتبولي في الكومنتات عشان اسيب لكم رقم التليفون بتاع عم ابو خالد لو انتم محتاجين صنايعي يجيلكم ويعمل لكم شغل لاي حاجة عندكم في البيت. ده كمان عسكري اهو، شوف بقى التسريحة. دي التسريحة بتاعتها، حلو قوي الصالون، حلو قوي وسعره جميل جدا، ويا بخت اللي هياخده بجد، يا بخت اللي هيكون من نصيبه، حلو قوي. وخلوا بالكو الحاجات دي ما بتقعدش كتير في معرض الأرزاق بالله، من المعارض اللي الحاجات دي بتاخد منهم بسرعة، يعني النهاردة صورت ممكن بكرة اروح ما لاقيش حاجة من دي. بصوا الأوضة دي، عبارة عن سرير سرير واتنين كومودينو وتسريحة بس، سعرها 8,000 جنيه. الأوضة دي كلها كده بتتفك، الكومودينو بيتفك، السرير بيتفك، التسريحة بتتفك، لا السرير لا الكومودينو والتسريحة بيتفكوا وبيتلموا كده مع بعضها. لو انت عندك دريسنج ومحتاجة السرير والكومود والتسريحة يبقى دي حلوة جدا 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 وسعرها تحفة، 8,000 جنيه، حلو قوي وخشب زان. نشوف صالون تاني، دي ترابيزته، كنبتين وكرسيين. ده شكله، في ناس كتيرة جدا بتكلمني عند معرض الأرزاق بالله الطقم ده ب 18,000، وبتقول لي انت عرضتي حاجات في الفيديو واحنا اتصلنا بيهم ولقينا الحاجات دي اتباعت، او اوضه معينه او حاجه معينه شفناها واتصلنا ولقيناها اتباعت. والله بجد فعلا انا التصوير ده اتلغى مرتين، لان كل مره كنت بروح اصور قبل ما ابتدي ابص الاقي ناس بتيجي بتقوم شايله الحاجات اللي انا هصورها، اوضه او اتنين او تلاته، ابص الاقيهم بيتفكوا وبينزلوا، فبنضطر ناجل التصوير لحد ما يحطوا اوض تانيه مكانها. ففعلا الحاجات من الاماكن بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيدهم يا رب، ربنا يزيدهم يا رب، ان اللي حاجتهم بتتاخد بسرعه، اللي بيروح يشوف عندهم حاجه وبيشوف كمان الاسعار فبيلف لفته ويرجع لهم تاني. بصوا كمان الاوضه دي 18,000 جنيه، شفت الدولاب واتنين سرير برضو شكلهم حلو. دي بقى كان شغال فيها عم ابو خالد وهو اللي عامل ملمع المذهب اللي انتوا شايفينه ده، طبعا بيلمعه بيرجعهولي الجديده، بيرجعلي الجديده طبعا، بتيجي مطربه ومتبهدله وكده فهو بيقعد يلمعها ويظبطها عشان تظهر بالمظهر الجميل ده. وده الكومودينو، ودي التسريحه بس الازاز بتاعها كان مكسور، مش عارفه بقى هم هيغيروه ولا هيبيعوها كده، هم بس لزقوها كده وظبطوها عشان اصورها بس، مش عارفه اذا كانت هتتباع كده ولا هيعملوه هيركبوا ازاز جديد. عندنا كمان عربيه الشاي دي كان سعرها 1500 جنيه، عربية الشاي دي يعني اللي بلاحظه الفترة دي ان عليها ضغط شديد وناس كتير قوي بتطلبها، مش فاهمة ليه، يعني المفروض ان دي كانت حاجة قديمة رجعت تاني ورجعت بقوة، ناس كتير قوي بتستناها وبتشوف هي فين عشان تاخدها. كمان الأوضة دي جميلة، خشب ارو كلها وب 12,000 جنيه، هي سرير واحد او سرير واحد على ما اعتقد يعني، ومعاها الكومودينو والدولاب. كمان الأوضة دي ب 10,000 جنيه، كومودينو ودولاب ومعاها سريرين، دي برضو ب 10,000، حلوة قوي. السرير ده سعره 1300 جنيه، خشب زان، سرير حلو جدا، ده سرير فرداني كده معهوش حاجة تاني، وسعره 1300 جنيه، خشب زان. البيو ده سعره 700 جنيه. في كمان كان عنده البوتاجاز ده وسعره
3000 جنيه. كده جولتنا خلصت في معرض الأرزاق بالله في سوق التونسي الحضاري، وشفنا الغرف اللي جاية من فيلا في الشيراتون. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، لو انتوا اول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة. مستنية رأيكم في الكومنتات، وكمان هستناكم في جولات تانية كتير. اشوفكم قريب. باي باي.